برضو الشباب وخسارته من التعاون اكيد المدرب اليوم أكيد أكيد انا بس أكيد في اوراق شبابيه اليوم في اوراق شبابيه ما شاهدناها يعني بكل قوه يعني سمو ديكا كان متحفظ دفاعيا خيبري هتام مثلا من اهم العناصر ما شاهدناهم موجودين اليوم والله شوف بدون اي توضيح لاي اصابه شوف اعتقد هتان الخبر نزل لا لا خبر تم استبعاده في بيان من النادي انا اعتقد الى نهايه الموسم ما اقدر استفيد منه نهايه الكعب نزل الكعبي انا اعتقد شوف انا اعتقد موضوع هتان موضوع عبد الله الخيبري هو طبعا اداري من وجهه نظري لانه ما تم الاتفاق معهم في تجديد عقد لا خيبري انتهى موضوعه لا خيبري صدر بيان أيوة. خيبري صدر بيان بس انا ما استفيد منهم اتكلم حتى مو مصاب توجه من المنتخب يعني صحيح فالمفروض انا والرغبه انه يكون اليوم تستغل اللاعب بقدر ما تستطيع لانه انت فرض ما اتفقت معاه هو يطلب ترى هتان يطلب مبالغ كاش وانت تقول على رواتب دوركم حل وسط وانت الموضوع هتان كان في التمرين امس واظنه صار عنده مشكله اصابه اي اتوقع لانه لا كان اسمه مع الفريق يعني انا هتان بالنسبه لعبد الله طلع فيه قرار غير جاهز بدنيا اي هتان لا امس كان يعني حتى كان ما تغير اسم اللاعب اساس السفر ما تغير الاسم الا في النادي شوف عبد العزيز انا احترم رغبه الاداره او توجه الاداره ولكن ما دام اللاعب الان يستطيع انه يلعب معك زي عبد الله الخيبري نقول عبد الله الخيبري استفد منه يعني الاقصى نعم اذا انت عقدك عقد اللاعب معك ما اتفق الله يستر عليه مع السلامه النادي ما يوقف على حسابات اداريه ما تدري اي نعم بس عاد النادي عنده وخاصه انت بالمرحله هذه بحاجه اي لاعب يعني في دكه البدلاء يعني احيانا لا ممكن انا كمدرب العكس هذا وانا اعرف انه ما عاد من ضمن خياراتي استبعد من الان واعود الفريق على وابدا ابني لاعب ثاني بس وقودهم تنتهي ما لي مصلحه استمرار معي وهو يعطيني هي وجهه نظري بس بنواف عقد اللاعب ينتهي في شهر 6 وانت الان توك في شهر كم؟ شهر 2 اي نعم خلينا نستفيد منه البعض استمراره ضرر البعض استمراره ضرر طالما اني ما راح اعرف بالضبط اعرف نهايته انه ما راح يكون لاعب اسس لاعب بديل اسس لاعب يخدمني السنه الجايه وشو